جميل، أبعطيكم قصة واقعية حصلت لأحد العوائل لعل لسانك يخفف من هالدعاوى يعني، وتخف على عيالك أنك أنت اللي بتندم بعدين. هذه أم كانت شديدة وعصبية لأبعد صورة ممكن تتصورونها على عيالها على أدنى غلطة. تقول معودة لساني على اللعن والطعن والشتم والكلام السيء. يوم الأيام واحد من عيالي يغلط عادي أني أقول له روح ليتني ما تزوجت أبوك وجبتك، روحوا أنا ضيعت ودفنت شبابي عليكم يوم أني جبتكم. تقول يعني كنت لساتني جاهلة يوم أقول الكلام هذا. تقول ولا عمري يوم الأيام دعيت الله وحمدته أن الله رزقني بزوج يعني حنون وعيال وأطفال متشافين متعافين، ناس كثير محرومين منهم اللي يعانون من عقم وما إلى ذلك، يعني ناس كثير يتمنون الأطفال. فتقول لعلهم يوم الأيام زادوا بلعبهم شوي يعني رفعوا ضغطي هذاك اليوم، وصخوا الغرفة اللي كانوا جالسين فيها أقول لهم ناموا عيا ينامون، فدعت عليهم دعوة روحوا ناموا جعلكم ما تصحون. الله العظيم من أول ما دعيت الدعوة هذه وهي ترن في إذني وإني ما أنساها إلين أموت. تقول خليت الدفاية عند عيالي ورحت أنا. اليوم الثاني صحيت على ريحة الدخان، صحيت من ريحة الدخان يعني اللي بالغرفة. قومت زوجي دقينا على الدفاع المدني حريق، جو الدفاع المدني تقول كل منطقة في الغرفة محترقة. تقول جثث عيالي طلعت سودة. تقول والله ما أدري مين فلان ومين علان فيهم، جثث سودة. وتمنيت أمنية واحدة بدال ما كنت أدعي عليهم يعني هذاك اليوم، أني دعيت لهم بالهداية والصلاح. انا اكتشفت ان الله يمهل فعلا وقتها ولا يهمل. تقول اني ادعي عليهم تقريبا من اول ما جوني لين كبروا شوي، الله امهلني الله امهلني يبغاني اقدر النعمة اللي بين يدي، لكن انا للأسف ما قدرت. ومتى تمنيت انه انا دعيت لهم بالهداية والصلاح؟ بعد ما ايش قد يعني بعد ما عرفت قيمة النعمة اللي كانت بين يدي ما قدرت. ومتى تمنيت انه انا دعيت لهم بالهداية والصلاح؟ بعد ما ايش قد يعني بعد ما عرفت قيمة النعمة اللي كانت بين يديني. إذا فات الفوت ما عاد ينفع الصوت. على أخير الكل أم والكل أب قد ما تقدر حاول أنك ما تدعي على عيالك. إحنا ندري أنه بعض العيال يرفعون الضغط، بعض العيال والبنات يعني يجيبون المرض الله يجعلهم الصلاح والهدايا، لكن حتى لو أنه كان على غلط قدام عينك وأنت عانيت قد ما تقدر عشان ما تجحد النعمة اللي الله معطيك إياها ويعني وحارم ناس كثير منها، ادعي له بالهدايا والصلاح. ما تدري لعلك تدعي في ساعة مستجابة والولد يتغير حاله يعني من حال إلى حال من دعوتك هذه، عشان ما تنحط بالموقف اللي انحطت فيه الأم هذه اللي تعاني منه إلى اليوم وعاضة أصابع الندم وتقول والله العظيم ما قدرت يعني من بعدهم أنجب لأني أتعالج في مستشفى للأمراض النفسية من مرض نفسي.